إجابة الحلقة السابقة. إجابة رقم 1 أبيض. أديكون دهان بأساس أكريليك، حاوي المذيبات، شفاف وملون، متعدد الاستخدام، يصلح للأسطح الخرسانية والخشبية والمعدنية، ويحمي الأسطح الخرسانية من ظاهرة الكربنة المسببة لصدا حديد التسليح. يتم تنظيف الأسطح من الأتربة وجميع الملوثات. يتم معجنة وتسوية الأسطح الأسمنتية. يتم دهان وجه برايمر من أديكون الشفاف. يتم دهان وجه أو أكثر من أديكون الملون أو الشفاف حسب مسامية الأسطح، وذلك بعد 6 ساعات من الوجه السابق. يتم تنظيف الأسطح من الأتربة وجميع الملوثات. يتم دهان وجه أو أكثر من أديكون الملون أو الشفاف. سؤال الحلقة: ما هو لون الأديكون المستخدم في دهان الحائط الأسمنتي في الفيديو؟ أزرق، أبيض، أصفر.